اهلا وسهلا، القناة ديالكم شرفتوني. انا تنتزوج في الساحة العلمية، ماشي غريبة عليا لان ديما تنتزوج في الساحة العلمية، مقاريف قران كيما كان. انا كنت نبارطاجي من البداية، انا رسام عصام، كونت راسي صافي 34 هادي 34 سنة، من دابا عندي 66 سنة. وليت أنا كنت معلم تخصص اللغة العربية، اللي الثاني هو خالد مصطفى سنة العربية، وعطيني سنة المدينة، خرجت قاعد نسبي. المهم أنا اللي كنتفاهمي الممارسة ديال هاد الهواية هو الروتين. في الأول بان لي كروتين عادي، في التالي بان لي على شكل خطير جدا، وهو مثلث برمودا. بمعنى أن مثلث برمودا هذا هو اللي تجمع ليهم رجليهم جميع الموظفين في جميع القطاعات. علاش؟ لأن تيرتاكن الشاب ملي تيتخرج بشي دبلوم معين تيتوظف، أي وظيفة يستكين لها ولأجرته، و تيبقى تيخدم و تينسى راسو، متيدير حتى شي حاجة، حتى شي إضافة في التكوين الشخصي ديالو. إوا سا لو بروبليم. خطير جدا، لان الشكل هذا انا غادي نزيد نوضح. مثلا كانوا تيكتبوا لنا واحد الحكمه في القسم اللي كنا تنقراو، المعلم شنعه تحترق ليستنير الاخرون. انا متفق مع الشطر الثاني من الجملة. الشطر الأول هو هذا صلب المشكل، يستنير الآخرون وي راك تاخد عليه أجرة هذيك الوظيفة ديالك، ولأني يحترقون أنا جو سي با داكور. فعلا داكشي اللي تيوقع للناس تيبقاو يحترقون ملي تيدير ديك 50 سنة، تيبدا يطلع على اللاج ديال التقاعد، تيلقى راسو صافي شنو لو ركبي اي بوركوا سي باسكو ما لا مير ني اجوتي تكوين ديال. انا نزيد نعرف راسي. انا زيري الادري، حامل البكالوريا سنة 77، سلوم سياسية سنة أكاديمية عسكرية مكناس، سنة لكل دبلومات الطب بوليفالون. أنا ديجا كنت عندي بكالوريا أدبية، أدب عبرية ماشي سينتيك. فينالمون مرت مكملش، أبري درت التعليم. أجي تروين بأن داك الترافاي وديك لا روتين ديال التعليم، تبقى ديما التعليم ديما ديما خايبة بزاف. انسبورتابل، سيتي انسبورتابل بور مو. احتديت للرسم،
وقبل من داك الشيء حاول هو كان ثاني واحد الصديق اللي كيتابع كوم كوا انا عندي كروب ديال كاتب بس ما ان عندي جروبات يعني كذا مجموعة التناقضات حياة العسكرية المدنية بزاف ديال الرياضة الفلاحة التجارة السرحة الرياضة المشي العمل بزاف بزاف إلى آخره إلى آخره. حاولت الكتابة كما قال الصديق ديالي يعني ما قدرت في واحد أهل الأقصوصة جريدة أنوال من تما ما بديت ما لقيتش راسي فيها اهتديت لهذه القضية هذه انطلاقا من الكتاب لأن الكتاب كنت مبلي به كنت نقرا عربية فرنسية بزاف مطالعة في الراعي الفرنسي سيدي كنقول هذا الكتاب ديال الرسم كنت شريته ليه من البوكوش كنت شريته قبل شي 5 سنين ولا 6 سنين وكنت شفتو وحطيته الصباح نزيد ونشوف قلنا زعما نحاول ندير جهد نشوف ارى قرا مقدمة الله يعني صافي تعلي بروفيكتور بدا نطرح جملة بينات الكل شوف الأهمية ديال الكتاب جات بواحد الفائدة غير مباشرة ومع عمرها كانت مقصودة التاريخ من الأبواب الواسعة ديالو موصول لك شيء إلا بعد قضاء ساعات وساعات طوال أمام الورقة والقلم لو فكرت انا ديك الساعة ديك الساعات اللي تنضيع بالقهوة الايام الخاوية العطل الخاوية بزاف 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 ديال الوقت خاوي فولكس في الوقت سديت الكتاب صافي قررت ديت في نيتي فيرمون باش نبدا نرسم لقيت عراقيل انا من طبعي انني نتحدى لقيت عراقل كثيره 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 بزاف لا يتسع الوقت لذكري ولكن انا كما قلت انا نتحدى لان عارف راسي ما ندير شي حاجه خايبه و جافي ديسيدي اون فوا بور توت دو فينير باش نكمل حياتي نتقاعد ك فنان ليس كرجل تعلم هذه قررتها حققت وانا مرتاح ليها وهذه القضية ديال الخدمة على برا اللي زين نخدم اماكن عمومية مقاهي تران نامبورتي بمعنى البارتاج انا هو البارتاج اللي ولا دابا في الفيسبوك وانا كنت نبارطاجي من زمان Ça fait 34 ans que je partage, même si j'ai des problèmes. On a le cas de l'école, c'est le cas de l'école. C'est le cas de l'école. Je n'ai pas de cas de l'école. Je n'ai pas de cas de l'école. Oui, c'est un anhtage. Je n'ai pas de cas de l'école. Je n'ai pas تعال في الدار البيضاء طباوي علاش لان كاين التاثير ديال الصوره التاثير تيكون مباشر وبالاخص تيزيد التاثير هما تيستافدو انا تنزيدو بيها لا باس شندير انا بهذا انا لست فنانا في برج عالي بعيد عنه عن الناس
انا تنحاول نقرب ما امكن من الناس ونقرب ليهم. يا ريت احفادي لوحاتي واشكر القناه على الاستضافه وعلى هذا النهار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.